عبر تاريخ كرة القدم اللاعبين والمدربين ياما طلعوا أعذار وحجج بعضها غريبة لتبرير الهزائم، فما بين حجة أن مساحة الملعب غير قانونية أو حجة أن المسافة بين قائمي المرمى منقوصة، قصص كثيرة ثانية بعد. السير أليكس فرغسون أحد أساطير التدريب كان له بصمة في سجلات هذه القصص الطريفة لمبررات الهزيمة. حكايتنا بنرجع فيها للعام 1996 ميلادي، لما المتصدر مانشستر يونايتد توجه بزيارة لساوثامبتون اللي صارع للبقاء في البريمير ليج. وقتها ساوثامبتون فاجأ الجميع بالشوط الأول بأداء خالد في الذاكرة وانهاه بالتفوق 3-0. وبين الشوطين السير فرغسون أكيد كان لازم يسوي أي تبديل لتغيير الوقت، وهنا المفاجأة واللي رواها لنا شارب لي لاعب اليونايتد لما قال بين الشوطين فرغسون دخل غرفة الملابس مثل العاصفة، وأول شيء قال لنا اخلعوا قمصانكم وراح تلبسون قمصان جديدة. السير كان يشوف أن سر أداء فريقه الهزيل هو اللون الرمادي للقميص الثاني اللي كان الفريق يلعب فيه بذاك اليوم، وأن اللاعبين ما كانوا يشوفون بعض زين، خصوصا وأن المباراة كانت في النهار وتحت ضوء الشمس. أما الإشارة فكان يقول ما أذكر أن أحد اللاعبين اشتكى من هذا الموضوع، لكن في النهاية هو صاحب القرار. وبالفعل دخل اليونايتد الشوط الثاني بقمصان ثانية غير القميص اللي كانوا لابسينه في الشوط الأول، لكن ما تغير الكثير سوى أن النتيجة انتهت 3-1. اتغرم مانشستر يونايتد وقتها 10,000 جنيه استرليني، قال عنها السير أنها أجمل 10,000 جنيه صرفها في حياته، مؤمنا بوجهة نظر أن القمصان كان تأثيرها سلبي على الفريق. أما حارس ساوثهامبتون كان له إضافة خاصة بعد المباراة لما قال بصراحة ما لاحظت أنهم غيروا لون القميص إلا بعد المباراة لما سألني أحد الصحفيين عن الموضوع، وبالنهاية هذا من أسخف الأعذار اللي سمعتها بحياتي، القميص ما هو السبب. باختصار شديد احنا كنا استثنائيين في الشوط الأول ودمرنا خصمنا.